بالجزائر ونشهد لترحابنا بكم هنا في ولاية الأدرار وفي دولة الجزائر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أدعو بياتي الكريمة الموالية السيد الفاضل العلي العلي مؤسس شركة بلدنا القطرية يتقدم مشكورا على وقت الحوار مع الرقيب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، أستاذ ممثلي وسائل الإعلام، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أشهد معكم اليوم انطلاق الأعمال التمهيدية للمشروع الأول من نوعه الذي تنفذه شركة بلدنا القطرية بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار لإنتاج الحليب المكثف. وذلك في غضون 4 أشهر فقط من توقيعنا اتفاقية التنفيذ مع الحكومة الجزائرية الموقرة ممثلة في وزارة السلاحة والتنمية الروسية. نحن اليوم في صحراء ولاية أدرار لبدء حفر الآبار الاستكشافية اللازمة لدراسة طبيعة المياه الجوفية ووضع آليات مبتكرة للحفاظ عليها لتغذية المشروع الرائد الذي يشكل علامة فارقة في إطار التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين دولة قطر وجمهورية الجزائر. هذه الخطوة التي نشهدها اليوم تمثل لبدء المرحلة الأولى من المشروع، وهي استزراع الحبوب والأعلاف اللازمة لتربية قطيع الأبقار، ثم يليها إنشاء مزارع لتنمية القطيع وإنتاج اللحوم الحمراء، ثم المرحلة الأخيرة التي تشهد بناء مصنع عالمي المحتوى لإنتاج الحليب المجفف الذي سيؤمن 50% من احتياجات السوق المحلي بقدرة السنين. هذه الصحراء سوف تتحول بإذن الله تعالى إلى منارة للتميز والابتكار باحتضانها أكبر مزرعة رأسية متكاملة في العالم تضم أكثر من 270,000 رأس من الأبقار وتنتج نحو 1,700,000 لتر من الحليب سنويا، حيث سنقوم باستخدام أحدث التقنيات والأدمتة الزراعية وأساليب تربية الأبقار وصناعة الألبان مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية. نحن في شركة بلدنا نتطلع إلى الأثر الفارق الذي سينعكس من خلال هذا المشروع على الاقتصاد الوطني الجزائري من توطين صناعة الحليب المجفف وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والحد من الواردات الأجنبية وتزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء فضلا عن توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل للكفاءات الجزائرية. الحضور الكريم، إن وجودنا هذا اليوم لنشهد بدء أولى مراحل المشروع وهو نتاج التعاون الحثيث بين كافة الأطراف المعنية بهذا الإنجاز المرتقب. وفي هذا الإطار أتوجه بالشكر إلى الحكومة الجزائرية الموقرة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للاستثمار وولاية أدرار، بالإضافة إلى كامل فريق العمل الذي تمكن بعون الله من بدء الأعمال التمهيدية للمشروع في وقت قياسي. وختاما، نجدد ثقتنا في هذه الشراكة الواعدة التي توطد روابط الإخاء والتعاون بين الشعبين الشقيقين